شوف انا انولدت في منطقه اسمها تيل ذيك الايام تلغراف، كان الانجليز عاملين محطه تلغراف. احنا بين فريج بنسوار، الذواوده، العواضيه، الحوره، القضيبيه، فكنا في وسط هذه الاحياء كلها تقريبا. يعني انا بيت الوالد الله يرحمه، بيت جدي كان في المنطقه، وقريب منه كان في فريج البلوش ايضا، يعني الفريج موجود متاخم لفريق الحداده. فتولدت في المنطقه تقريبا، في طبعا فسيفساء، تنوع مختلف للاثنيات وللجنسيات وللاعراق وللمذاهب حتى يعني والاديان. والله انا عندي اصدقاء يعني لا زلت يعني ارتبط وياهم بعلاقه، واحد اسمه احمد احمدي، هذه صديقه طفوله، احنا كنا في عند المطوعه، هذه المطوعه كانت تدرس القران الكريم ذيك الايام يعني قبل المدرسه، فكنا كلنا نروح المدرسه عند المطوعه احنا نقول الكتاتيب، فنتعلم القران ونتعلم اصول الدين وغيره يعني على يد لنا. ايضا ابوه كان رجل دين، ايضا تشبعنا من هذا هذه الثقافه وهذا العلم وهذا الروح. في يعني في مجموعات ثانيه، عندي اسماعيل محمد علي، اسماعيل زوج سيده فوزيه زينه رئيسه مجلس النواب السابق، فايضا هاي صديق الطفوله. صلاح عرشي ايضا من اصدقاء الطفوله، بيت عرشي معروفين يعني، ايضا من الاخوان من بيت بن سوار، فيصل سوار، ايوب سوار، جاسم سوار، مجموعات ذلك كلهم كانوا ويانا يعني في المدارس. يوسف فتح علي ابن خالتي، محمود عبد العزيز، يعني هذا كلهم تقريبا يعني من نفس الجيل. عبد المنان ايضا البستقي كان من زملائنا، رفيق الطفوله خلينا نقول يعني. التيل هو تلغراف، تعرف البرقيات، اول كان في اسلوب البرقيات القديم، حتى ما انا اتذكر لتقريبا الخمسينات كان التيل موجود. تيل عباره عن محطه للارسال، ارسال تلغراف ومسور، يعني احنا ما نقدر ندش الا يعني تحفر من تحت، كنا شياطين ندش، بس عباره عن مكان يعني في مبنى داخل، بقيه المناطق بقيه الاماكن في انتينات شغلات من هالنوع. فهذه يسمونها اختصارا تيل. الانجليز بعد ما جاء التلفزيون للبحرين، هذه كان اعتقد نهايه الخمسينات اتصور يعني نهايه الخمسينات، فكان لما يشغلون التليجرام كان يشوش على التلفزيون، التلفزيون يعني الشاشه تتلخبط. فطبعا شيء طبيعي ان انت لازم تشوف حل. ذكر حتى احنا كنا نطلع فوق نغير الانتينا الاريل، شغله يعني شغلانه على قولتكم. المهم في النهايه سوينا، وهم ايش سووا؟ قرروا إزالة هذه المحطة لأنها صارت في منطقة سكنية، وبالتالي لابد من إزالتها. فأنا درست سنتين هنا، أول ابتدائي وثاني ابتدائي، فهذه بداية التعليم عندي هنا اللي هو في منطقة بين العواضية، الذواودة، رأس رمان. كان بعد في مدرسة ثانية، مدرسة رأس رمان بعد هالمدرسة بشوي، اسمها مدرسة الشرقية. مدرسة الشرقية طبعا كانت موجودة في شارع الشيخ عبد الله بداية السوق، بس قرروا إغلاقها أو نقلها، وزعوها يعني، صار في جزء في مدرسة الشرقية اللي أقول لك عنها، مدرسة حاتم نسميها، وجزء آخر لمدرسة راس رمان، جزء راحت القضيبية وهكذا يعني. بعد ذلك نقلوني أنا ومجموعة إلى مدرسة الوسطى،
بعدين صارت الإمام علي، مدرسة بعيدة نسبيا لنا، احنا كنا صغار وما كنا يعني نقوى على ما في سيائير، يعني كلها ماشي رايح وياي، إذا برد إذا حر إذا مطر تتصرف يعني، وغير العلقة تحصلها إذا تأخرت المشرف واقف يعطيك شمن خيزرانة. قصتي بعد قصة مع بعض المدرسين اللي يعني كانوا يستخدمون العقاب الجسدي، فخلوني شوي أكره بعض المواد يعني، فلكن الحمد لله. بعدين المدرسة دي بالذات ومدرسة القضيبية كانت زاخرة بالفعاليات الاجتماعية والفنية. مثلا مدرستنا احنا كان فيها مسرح ذيش الأيام، أنا أتكلمك عن بداية الستينات أيام ثورة الجزائر، مسرحيات عن الجزائر، ثورة الجزائر، وأنا كنت أشارك في المنالوجات. أخوي الأكبر مني أحمد كان في مدرسة القضيبية، كان مديرهم أستاذ محمد علي الله يرحمه، أستاذ فاضل حقيقة، ومدير أيضا محمود شبر، أيضا محمود شبر العلوي إنسان فاضل، كان مربي فاضل. يعني عندي أيضا بعض يعني بعض الشغلات أبينها شقد هذا الرجل تربوي، يعني أكثر منه هو مدرس، يعني كان مدير طبعا. هو يبدو أنه أرسلوه إلى بريطانيا، فراح شاف تجارب. تعرف مدرسة الوسطى كانت عبارة عن مباني دور مدار المنطقة، وفي الوسط حوش كبير، ملاعب، ملعب كرة قدم، ملعب كرة سلة، ملعب كرة طائرة، وهكذا الناس تجي تصطف وتضرب بعض، تبي توصل تشتري تأخذ، يعني تعرف هالشباب يعني صغار. أنا بعد كنت يعني في مدرسة معظمهم كبار، وأنا ومجموعتي كنا صغار نسبيا، فكنا ننظلم يعني ننطق أحيانا. فالله يرحمه أستاذ محمود قرر أنه يطبق التجربة، أعتقد البريطانية والأوروبية ما أدري بالضبط وين كان مسافر، فقال إحنا بدل ما نسوي مقصف وأنت تصطف تروح بالدور تأخذ اللي تبي سمبوسة ولا ذي، نخلي كل شيء على طاولة ونحط له أسعار، فأتي تأخذ اللي تبي وانتهى الموضوع يعني، وتحط الفلوس طبعا. لكن للأسف يعني طبعا الوعي ذيك الأيام ما كان بالمستوى المطلوب، فالبعض يعني أساء استخدام هاي الفكرة، فبدل ما يروح يعني يأخذ ويحط فلوس، في ناس تحط طبعا بس في ناس لا، تروح تأخذ خلاص موجود بلوشي أي، فخسرت إدارة المدرسة وشافت إن لا والله المردود مو زين، يعني معنى الفكرة في حد ذاته ممتازة، إن أنت تعلم الناس على الأمانة، تعلم الناس على إن يكون عنده ضمير، فيروح مثلا يبي شغلة معينة يأخذها، هذه بأربعانات تحط الأربعانات، هذه أقل هاي أكثر نص ربوية وربوية هكذا، يعني أول أشياء كلها أربعانات نص ربية، يعني ربية قليل يعني، وفي يعني سمبوسة في بعض السندويشات، والله قليل. أحيانا ما كان عندي مصروف، يعني أحيانا أروح بدون مصروف، بس أحيانا أربعانات يعني الحمد لله، يعني لأن الوالدة كان تسوي لنا سندويشات كل شيء، يقول لك بدل ما تروح تأخذ من المقصب خلاص كل هاي نظيف. يعني أنا والدي الله يرحمه اشتغل في البنك البريطاني للشرق الأوسط، هذه فترة طويلة تقريبا قضى فيها يمكن أكثر من حدود 12-15 سنة يمكن، بعدين فتح حق روحه دكان يعني. هذه بدايات يعني، هو كان في البنكينج، أبوي اشتغل في مناطق كثيرة يعني، راح عبادان اشتغل فترة في المصفاة، اشتغل في مناطق مختلفة، بعدين رجع البحرين واشتغل في البنك البريطاني الشرق الأوسط مع المرحوم شملان.
ما في شك ما في شك، انا اشتهي الاجواء يعني، اشتهي الاجواء دي. إيه فبالتالي يعني الفكر موجود، الوطنيه موجوده ايضا، يعني التسامح موجود والله. اي نعم اي نعم، يعني احنا كنا في فتره من الفترات متحمسين للعمل الوطني، قررنا ان نعمل صاروخ. واحد منا كان يدرس علمي فياب الفورمولا مال الكبريت، شلون احنا نسوي ماده الكبريت، الفحام والفوسفات وما ادري ايش، ورحنا شرينا المواد وغليناها سويناها ويا بعض، وسطح بيتنا كان كبير ففرشنا لين نشف الماده، لما تنشف صار مثل باودرة، عبيناها في غراش اعتقد او في شيء في غراش. فنبي احنا اهم شيء شلون نطير الصاروخ. ايه طبعا اول شيء لازم نحط في وعاء معين، وعاء لازم يكون خفيف في نفس الوقت يتحمل حرارة الكبريت اللي يحترق يعني. فكرنا طبعا حديد ثقيل، ألمنيوم ما كان متوفر ذيك الأيام يعني. شفت الخرج لما تنلف على كراتين دائرية مقوية جدا يعني، كرتون مقوي شديد يعني ما تقدر باليد تعويه، خلاص تقري على أن نستخدم هذه، وسوينا له مثل راس مثل يعني هالكبير، مو كبير يعني صاروخ تتصور، لا يعني شيء بدائي، كنا نبي نطبق نشوف إلى أي مدى لندرس أن نقدر، وبعدين نحقق طموحنا. ويعني مثل ما تعرف يعني الحماس كان يجرنا إلى هالمواقف هذه، يعني والله أوه إحنا نحارب الإنجليز بنعمل لهم صواريخ ونضربهم بالصواريخ، هاي صاروخ بدائي جدا. المهم قررنا ساعة الصفر، قلنا أولا يعني حددنا المكان، كان في منطقة بعد فريج الحدادة، كان منطقة كلها خوص بيوت احنا نسميها البرستية، احترقت هاي البرستية كلها، صار حوطة كبيرة. فقررنا هاي المكان احنا نطلق منه هاي الصاروخ البدائي. ثانيا ساعة الصفر كان رمضان، قلنا هاي الوقت المناسب لما الوارية تضرب، خلاص مع الوارية نطلق الصاروخ، فالناس تعتقد ان هذه الوارية المدفع يعني مو صاروخ. وفعلا رحنا ما كان في احد الا واحدة كانت طايفة، طافت ما بعد ما طافت احنا اشعلنا، طبعا سوينا لها فتيلة وعبينا اللي بالمادة هذه اللي سويناها واشتعل الفتيل، ووصل الذي احنا بيطير وقاطير، صار يفتر على روحه، يفتر وطلع دخان كثيف، دخان رهيب يعني. بالنهاية هربنا يعني، شو نسوي يعني التجربة فشلت. رحنا بيت أحد الجيران يوميا بدون يعني، كنت أدش أطلع وكان رمضان الناس مشغولة تأكل، احنا طلعنا على السطح احنا ثلاثة، فقلت لهم أنتوا قعدوا هني أنا بطلعكم بالواقع، سوينا روحنا أبطال وإنه والله الحين مخابرات الإنجليز راقبونا وكذا يعني تهيؤات. رحت بنتهم مثل أختي يعني، قلت له لو سمحتي تعطيني دفء من دفيفك، قالت يسفوه ايش تبي في الدفء أنت؟ ما علي ما علي، بعدين بقول لك القصة. والله أعطتني مسكينة دفة حق اللي بوديه وأنا دف لي، فكلنا لابسين دفيف ورحنا عن طريق فريج بن سوار إلى فريج الذواودة، من هناك ذاك الصوب لين وصلتهم إلى بيوتهم، فكنت أودي واحد أخذ دفته وأرجع، خدت الثاني وأوديه وأرجع. هذا القصة ما أنساها يعني من أيام الشيطانة. بعدين بدينا نبتعي، صار الفكر اللي عندنا فكر أميل للنضال السلمي،
بعيد عن الـ يعني استخدام الصاروخ ولا استخدام أي نوع من أنواع العنف. فبالتالي طلعنا من إطار النوع العنيف يعني خلينا نقول. بس هاي دائما ذكر هالقصة وجماعتي يعرفون اللي كانوا وياي لو سمعوني بيعرفون بس ما بيقول أسماء. سلمك الله. أنا رحت الإعدادي في الحورة بعد ما خلصت من الوسطى 6 سنوات رحت الحورة صار قريب للبيت. حتى في مدرسة الحورة بدت الأمور يعني تتشكل بشكل أفضل. لا زالت كانت الحركة القومية وجبهة القوى القومية أيام الإنجليز كانت موجودة. وبعدين طبعا تبنوا الفكر الماركسي فيما بعد، بس يعني في البدايات كان فكر ناصري على مجموعة أفكار قومية يعني قبل ما يتوجه توجه أكثر يساريا كان يعني الفكر فكر قومي يعني. أي عموما الله يرحمه عمر الشملان كان من يعني كان أكبر مني بشوي ويعني فاتحني على أيام طبعا 65 66 كان أيام يعني حركة انتفاضة يعني حركة وطنية في النهاية، ما كان فيه مسائل طائفية أبدا يعني الكل مشترك. فاتحني يعني أبي يضمني للحركة القومية. أنا كنت نسبيا صغير يعني 15 سنة 16 سنة للحين، بس بديت يعني أفكر أكثر أقرأ أكثر أطلع على المنشورات السرية حتى كانت موجودة. في منشورات وأنا وزعت بعض المنشورات أيام زمان. وكان لي قصة مع أحمد بهزاد كنا في 2002 ل 2004 بعد بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه. فكنت أوزع أوراق في المجلس في الجلسة ولو وكان أكبرنا سنا، فلما الظهراني يغيب أو كان هو نائب الرئيس ما أدري، المهم كان هو رئيس الجلسة وقته، ولا أقول يوسف زينل أكيد إيش قاعد تسوي توزع منشورات؟ قلت أنا تحديتها بعد، إي نعم أوزع، أنا أتشرف وأنا أفتخر وأنا كذا، أنا ياما وزعت منشورات أيام زمان ضد الإنجليز وذي وشنو يعني، وكتب في كتاب عنده هو ذكر الموضوع من ضمن الأمور. فأقول لك يعني كنا يعني بدايات يعني التعرف على الأفكار بشكل علمي. تقرأ أكثر تطلع أكثر جيفارا حركات الثورية سواء عند العرب العالم العربي أو في العالم كله يعني في أمريكا اللاتينية في أفريقيا لومومبا مش عارف مين الحركات السياسية. وإحنا يعني من ضمنهم يعني جبهة تحرير الوطني إحنا كنا أعضاء في الجبهة. بعدين إحنا أول في البداية مع القوميين شوي بدايات الفكر، بعدين طبعا صار في مجال ان ننخرط في التنظيمات السياسيه. وكل التنظيمات تقريبا بنفس الطريقه تشتغل بشكل عنقودي. والكتب كانت يعني تنحط في اجهاز، الاجهاز اللي احنا عندنا الورقيه ذي اللي لما اروح المدرسه اخذ وياي كتاب او كتابين ابي اعطيه حق احد اثقفه يعني اعطيه زين. بعدين هو بعد ما يقرأ يراجع لي يعطيه حق واحد ثاني بس يقول لي أنا أعطيت فلان وهكذا. فهذه أسلوبنا كان يعني إنه بعدين كان في ساعات حلقات حوار إنه مثلا إحنا والله عندنا كتاب مهم كلنا بنقرأ فيه نبي نعرف محتوى أنا أقعد يعني ونتناقش فيه ونفتح حوار يعني وهكذا. بعدين طبعا عمل الخلايا فيما بعد عمل آخر بعد يعني كان عندنا يعني نشاط نسميه نشاط سمباتيزاني. شنو يعني سمباتيزاني؟ يعني أنا مثلا اخترته هو والله شف فيه مواصفات معينة يصلح أنه في المستقبل ينضم للتنظيم فأروح أشتغل وياه أقعد وياه
وتعال يا فلان يا طرف. من البدايه ما يعني شوي شوي حبه حبه يعني اقعد وياه لين اشوفه هو ميال مو ميال، اذا صار عنده ميول اقعد وياه اكثر، اعطيه كتب، اقول له والله في شيء اسمه جبهه التحرير، شيء اسمه مثلا الجبهات الثانيه الموجوده وكذا وتنظيمات وحركه التحرر العربيه والقوميه وعبد الناصر وما اعرف اين تحسبيه ذيك الايام والصين وهكذا يعني. فهي طريقه العمل يعني. وعندك انت عمل جماهير ايضا بين الناس، لازم تتواجه تساعدهم، تشوف شنو همومهم شنو مشاكلهم، وتكتب فيه تقارير حق اللي ارفع منك ويروح للارفع. بعدين مع الوقت طبعا انت كل ما اشتغلت ممكن تزيد عدد الاعضاء، زياده العدد طبعا يقوي التنظيم. اساسا شوف، كان حركه القوميه العرب هذه عندها جماهيريه كبيره، هذا انا اتكلم لك عن 65 اللي انا اتذكره، و 64 65 كانت الحركه ذي لها من الجماهيريه ما تتصور يعني. جبهه التحرير تنظيم ماركسي شيوعي، لكن عدد أعضاء مو بوايد، لكن جدا متقن في عمله ويشتغل بسكات يعني. بالتالي هاي قوتهم من هذه، انه يشتغل مو بحماس، يشتغل بعقل بهدوء برزانة باستراتيجية واضحة. طبعا في فكر، في الاتحاد السوفيتي يدعم الحركات كلها زين. بالتالي حركة القوميين العرب وجبهة التحرير هاي اللي كانوا موجودين ذيك الأيام. حركة القوميين العرب تشظت، تعرف لما صارت هزيمة حزيران في 67، الحركة القومية كلها بما في الناصرية حتى يعني بدأت تتشظى شوي شوي. فصار في جزء مال لليسار زين، اختار ان يكون يساري ماركسي زين، وجزء اخر لا والله ظل كما هو مثل ما كان. ومع الوقت دخل في ضمن عباءة النظام السياسي الموجود واستمر على المنوال. جبهة التحرير ظلت بنفس الطريقة مستمرة بنفس المسمى زين. ومثل ما قلنا يعني ايضا هي شاركت في انتفاضة او ثورة او انتفاضة مارس اللي نسميها يعني زين، في 65 لما شركة بابكو قررت انه تسرح الاف العمال البحرينيين، فكل مدن البحرين وقراها قامت شيعة وسنة. وفعلا الانجليز احتاروا شو يسوون يعني، استمرت الانتفاضة فترة طويلة. عموما يعني تحققت بعض المطالب، الوعي زاد عند الناس، والتنظيمات بدأت تتأطر بشكل أفضل وتتقوى مع الوقت. بعدين طبعا استمرت الأمور لنهاية السبعينات، حيث صارت تتبلور أكثر الحركات السياسية في البحرين. ويعني ظل جبهة التحرير على مسارها، بدأت تتقوى أكثر، صارت تبعث ناس إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة، وأنا واحد منهم رحت أدرس. لا يعني 91 انتهى الاتحاد السوفيتي، لكن القوة بدأت تتقهقر يعني مع الوقت. يعني نهاية الثمانينات خلاص بدأ الاتحاد السوفيتي يترنح وينتهي. طبعا ذيك الأيام أنا أتكلم لك عن بداية السبعينات، البحرين ما كان في جامعة، فرصة الدراسة بالنسبة لي يعني أروح دولة عربية، طبعا دولة غربية غالية ما أقدر لها، ما أقدر عليها، وحتى يمكن علاماتي ما تسعفني يعني. لكن السبب الرئيسي أن هذه أتاح أمامك فرصة تروح تدرس ودراسة مجانية
ويعطونك ايضا يعني سكن، ويعطونك مبلغ بوكيت ماني في حدود 80-90 روبل ذيك الايام تعيشك يعني. اي يعني تنظيم ياخذ اوراقك يوصله لقيادات موجوده في لبنان، سوريا، العراق، مصر، ويوصلونها لين تحصل قبول يخبرونك تروح. تروح بنفس الطريقه مثلا انا رحت بيروت انزين مع زوجتي الله يرحمها كانت وياي بعد. فرحنا في قصه بعد صارت، احنا كان المفروض يعني لما نروح بيروت نتصل بعبد الله راشد، يسمونه عبد الله راشد. قالوا لنا روحوا برج البراجة، اتصلنا فيه. ايه كان يعني كان يا يعني انه قالوا ان احنا رحنا. تعرف برج البراجة هي شو اسمه عبارة عن مكان كله فلسطينيين يعني معظمها بالاحرى. رحنا نسأل عن بيت عبد الله راشد. فلا واحدة قالت ايه تفضلوا هاي بيته. والله رحنا. قال والله رايح مشوار وبيجي، ولا ما في موبايل ما في ذي. هذه من ستة اللي هو يعني عمته ام زوجته. قعدنا عنده مسكينه راحت سوت لنا قهوه وتقهوينا عندها، واحنا قاعدين في البرنده الشارع قدامنا ولا بعبد الله راشد مار قدامنا. ظهر انا كنت عارفه وشايفه ما ادري يعني، ولا انا ادي عليه ابو غسان ابو غسان تلفت. اهلا 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 يوسف شو تسوي انت هني؟ قلت له ها؟ قلت له هاي مو بيتك؟ قال ها؟ ليش بيت من هذي؟ قلت والله هاي بيت عبد الله راشد. هو عبد الله راشد بعد ساكن نفس المنطقه وبحريني وبعد متزوج لبنانيه. تشوف يعني نفس الاسم يعني شوف سبحان الله يعني شلون صارت الصدف ذي غريبه يعني. ما بعدين خذنا وياه واستسمحنا من المرأة الكريمة ما قصرت حقيقة، قلنا له مشكورة أكرمك الله وإحنا آسفين يعني. إحنا والله في البداية طبعا إحنا يوم وصلنا كان صيف شهر أغسطس، جميل الجو ممتع الخضرة وكل شيء يعني تعرف في الصيف عكس الشتاء عندهم. فما حسينا يعني بالبروده، بس من دخل سبتمبر اكتوبر طبعا بدت البروده نشعر بها مع الوقت. لكن يعني سبحان الله طبيعه الانسان يتكيف. انزين يعطونك بالطو وشابكه والله يعزك بوت، خلاص انت يعني داخل البيت في تدفئه مركزيه ما عندك مشكله. في الباصات تدفئه مركزيه، في المترو تدفئه مركزيه. لا يعني الامور دي كان سهل التغلب عليه. والله انا يعني قعدت تقريبا لبدايه 77 تخرجت. فبراير 77. والله وايد ذكريات جميله يعني تعرف يعني بالذات الشباب. يعني المقالب اللي يسوونه ونسويها احنا كنا في الناس الطلبه اللي يجون مثلا انزين هو يعتقد مثلا ان الجو بارد نقول له اوه انت الحين للحين طق الثلج يبون لك شيء تحطه على خشمك عشان لان الخشم يتجمد. يعني نعمل مقالب في الطلاب ويصدقون احيانا يعني معظم الوقت هو والله صج اي ها شلون كذي يعني. فالمقالب سووها فينا واحنا سوينا فيهم يعني في اشياء ما تنقال، لكن يعني اقول لك يعني مقالب كانت موجوده. يعني كان في عندنا صديق يحب ينام في وقت معين ويقوم في وقت معين بالذات بعد الظهر، فكنا نبي يعني نزعج شوي. جانا واحد قال عندي مسجل، هذيك الايام مسجلات يابانيه خربانه وهناك ما يعرفون حق يصلحون المسجل اليابانيه، شلون نصلحها؟ من يسويها؟ قلنا روح حجره كذا عند فلان طق الباب عليه بس لا تروح له الا ساعه 2:30 وقت اللي هو ينام. وهذا مسكين بعد يصدق يعني ياخذ اغراضه يروح طق طق محمد فلان كذا بطل الباب. بطل الباب هو طبعا منزعج يعطي لو سمحت هاي مسجلتي خربانه ممكن تصلحها؟ طبعا هاي يطالع يبص عليه
شنو يعني مو فاهم القصه اي ما يصلح. بعدين ينتبه ان هذه فلان علان يوسف او حد دازه عليه. اقول لك يعني من هالنوع من المقالب يعني اللي كنا نسويها احيانا. انا حقيقه ملشت هني وخد زوجتي وياي خلاص صارت زوجتي. بعدين رجعنا بعد بسنه وسوينا حفل زواج يعني. بعدين انا احد اولادي انولد هناك بدر اكبر اولادي مواليد موسكو. نعم اي ذيك الايام طبعا ما كان في سفاره اضطريت اروح اسافر للكويت عشان اصدق الشهاده مالته وفعلا يعني صدقته ورجعت هني. رجعت بعدين خلاص يعني قعدت فتره في البحرين ورحت بعدين الامارات اشتغلت والامارات اشتغلت ودوني السويد درست سنتين حساب الاكاديميه. نعم درست في السويد سنتين بعدين رجعت درست قانون البحري أنظمة السلامة البحرية والتأمين البحري إلى آخره. رحت بعدين مالطا بعد ماجستير ثاني خد. الحمد لله يعني اكتفيت بذلك. بسوي دكتوراه بس بعد ما الله كتب وانشغلت بالعائلة العيال والأهل ما كان في فضاوة. أنا أول ما رجعت اشتغلت كأمين عام. طبعاً قبل جيت خدت الرخصة رخصة المحاماة. بعدين رديت طلعت رحت الإمارات من الإمارات رحت الكويت. الكويت بعد اشتغلت فيها 3 سنوات. بعدين رجعت البحرين كنت أول أمين عام لمركز التحكيم الخليجي. فمسكت المركز الحمد لله اشتغلت 8 سنوات. الآن ما شاء الله المركز يعني واقف على ريله وعنده مبنى وعنده الحمد لله يعني. انا الحين عضو مجلس اداره هذا المركز بعد ما كنت امينه العام. فلما جاتني الفرصه عرض علي ان اشتغل كاول امين عام قبلت على طول بالرغم انه يعني يمكن الراتب ما في فرق بين اللي انا حصله كنت في الكويت والامارات وبين البحرين. لكن قلت خلاص هاي ديرتي انا لازم ارجع عليها في النهايه يعني مستحيل انا اعيش برا يعني انا واحد ما اقدر اعيش خارج البحرين. حاولت بس ما فلحت 13 سنه في الامارات بس كنت بعدين اخر الايام اتردد بشكل مستمر. فهني طبعا مع الوقت بدات الامور تنضج سياسيا وجلاله الملك الله يحفظه لما يعني بدأ مشروع الإصلاحي فكر وعنده نظرة ثاقبة وبعيدة شلون يطلع البحرين من الوضع اللي كان فيه إلى وضع متقدم. فاختار المشروع الإصلاحي اللي عرضه. فهني شكل اللجنة العليا للميثاق وأنا لي شرف أن أكون أحد أعضاء هذا نعم اللجنة اللي تشرف يعني أن أكون عضو فيه يعني ترشيح وثقة جلالة الملك. فهني بدت عندي مثل ما يقول روح السياسة ردت فيني أن يعني أنت كنت سياسي فليش يعني ما تحاول تخدم وطنك يعني بطريقة مختلفة والباب مفتوح. بديت أفكر يوم صارت الانتخابات ما ترددت ابدا يعني في ان ادخل الانتخابات. يعني في بعض اخواني شجعوني صح بس كنت افكر فيه اوريدي يعني. فالحمد لله يعني الله وفقني ونجحت في اول انتخابات في 2002 وهذا كان يعني طبعا ايضا يعني فضل لله اولا واخيرا يعني. شوف ما في انتخابات صارت من 2002 2006 2010 2014 2018 ترشحت في كل هذه الانتخابات لكن ما كان الله يوفقني يعني توفيق من الله مثل ما يقولون. فتيسرت الامور في 2002 في 2018 وانا الحمد لله يعني مرتاح ضميري مرتاح على الاقل يعني خدمت وطني وخدمت ايضا القياده السياسيه ولا زلت يعني تحت امرهم.